مرحبا بك هي في اسبيرونس تيم سبونيت. غدوة ماتش قوي كلاسيكو ترجي والليتوان، كيفاش حضرت الماتش؟ والله ماتش عادي، غدوة معناتها عادي، حاضرين نورمال كيما الجامعات الكل. ماتش ضمن البطولة معناتها روتار، ان شاء الله نربحوه وان شاء الله نخطو على متصدر ايطاليا ان شاء الله. بدل برشا اللي طوال على عمناوي، جوارات بدلوا جاو جوارات جدد، عملتوا شويه فيزيوناج للليكيب والله حتى الترجي عطينا بزاف الترجي جديد معناها، دونك هما عندهم جوارات جدد ونحن عندنا جوارات جدد، ان شاء الله اللي يابليكي سيرتيرا خير واللي يخدم خير ان شاء الله هو اللي يربح ان شاء الله. ودو ماتش فيكلو من غير جمهور ترجي، كلمه للجمهور ترجي. والله يعني كما كنت اقول معناتها متوحش الجمهور ومتوحش جمهور الترجي، نحب نشوف الجمهور الترجي كيفاش في الميادين، ان شاء الله عن قريب يرجعنا ان شاء الله يا ربي. مرسي بكم.